اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص. هنعمل مع بعض النهارده برجر ومعاه صوص من الفلفل الحامي الهالوبينو المخلل والطماطم والبصل وال البقدونس، ويعني طعم البقدونس بيحبوش ممكن يحط معاه كزبرة، هتبقى ناشف، هتبقى زيادة عن اللزوم الكزبرة، هتبقى طعمها زيادة عن اللزوم. أنا أفضل البقدونس إذا ما كانش يضايقكم. طيب للكفتة بقى أو للبرجر محتاج نص كيلو لحمة مفرومة، ومحتاج حوالي نص كوباية بقسماط وبيضة وشوية شطة صغيرين وكمون وإرب دو بروفانس وزعتر فريش. ويلا نبتدي. طبعا لما هاجي أعمل ساندوتش بقى أحط له بصل، أحط له مايونيز، احط له كاتشب، مسترده، طماطم، جبنه، الحاجات اللي انتوا بتحبوها كلها واللي متعودين عليها. هنبتدي نعمل ايه؟ اول حاجه هنعملها بعد اذنكم هلبس الجوانتي بتاع ان انا اعمل الحاجه بايدي. اوكي طيب، يبقى انا هاخد هذا واحط عليها البيضه. خليني اكسر البيضه هنا الاول للتاكد من صحتها. كويسة جميلة. اوكي يبقى تتحط البيضة عليهم مدام سليمة، وبعدين احط الإرب دو بروفانس والزعتر والكمون وشوية شطة صغيرين قوي مش هكتر كده، هو مثلا اللي عايز يزود يزود، طبعا دي حاجه ايه ترجع لكم انتم. اوكي هاخد بقى الكلام ده كله مع بعضه مع بعضه، وبعدين لما يتعجن كويس عايز اقول لكم نسبه الدهون هنا ما زادتش عن 10 ل 15%، يعني تاخدوا حته ملبسه شويه وتفرموها. وما بنصحش قوي الحقيقه باللحمه المفرومه الجاهزه، يعني الحقيقه ما انا احب اخد اللحمه بتاعتي وتتفرم قدامي وابقى متاكد منها، علشان سطح اللحمه المفرومه بيبقى يعني واخد بقى من البكتيريا اللي في الجو. الا بقى لو كنتوا بتتعاملوا مع حد حقيقي حقيقي يعني عنده هيجين عالي، نظافه ممتازه يعني، والحاجه بتبقى متغطيه بالكلينج فيلم او البلاستيك ده، الفيلم البلاستيك ده، اوكي يبقى تضمنوا انها مش واخده حاجه من الجو، يبقى الكلام ده مفيش فيه مشكله. طبعا لو بتجيبوا اللحمه وتفرموها في البيت يبقى احسن حاجه في الدنيا. اوكي هحط شويه بقسماط على حسب ما انا محتاج. مش هنزود البقسماط قوي علشان ما يضغاش على، انا عايز طعم اللحمه طبعا يبقى ظاهر، والحاجات التوابل كلها الحلوه اللي انا حاططها دي. حط حاجتي على النار عشان ابقى مستعد. اوكي اوكي كده بقت مظبوطه تمام. هناخدها بقى ايه نقلها بقى جوانتي خلاص. احط برضو شوية الزيت على البلانشا. انا هجيب بلانشا اوسع شوية علشان تاخد اكتر مني. اوكي هنحط شوية زيت عادي. ها
هنحط الملح والفلفل. عارفين ليه الواحد ما بيحطش ملح على اللحمة وهي بتتعمل؟ خصوصا لو هتركنوها شوية. الملح في اللحمة هيمص كل المية اللي جواها، لكن لما بتتبلوها بالملح والفلفل زي ما تكونوا بتتبلوا اللحمة عادي جدا بالملح والفلفل شوية عادي جدا، ده بيخلي طعم الملح والفلفل جواها مفيش مشكلة فيه خالص، انما في نفس الوقت ما بيخليش اللحمة تفقد المية اللي جواها، لأن لو خرجت المية اللي جواها هيبقى شكلها مش لطيف وهتبتدي تعمل ريم على وش البرجر. اوكي كده متبلين بالملح والفلفل. احنا قلنا قبل كده انه الكفته بتاعت الفراخ لازم تبقى واطيه شويه، انما بتاعت البرجر مفيش مشكله انها تبقى بتاعت اللحمه يعني مفيش مشكله انها تبقى عاليه سنتين. الحجم بقى زي ما انتم عايزينه، انا شايف ان انا الحجم ده معقول لكن ممكن برضو ايه اكبر شويه. ده يتوقف برضو على العيش، انا معايا عيش النهارده ما شاء الله كبير فممكن اكبر شويه حته البرجر. تبقى من النص واطيه شويه عشان هتعلى anyway. كل ما نعمت اللحمه بتاعت البرجر كل ما كانت احسن الحقيقه، كل ما نعمت في الفرن كل ما بقت احسن علشان تتماسك اكتر فتبقى كانها ستيك كده وانت بتاكلها تبقى كانها ستيك. لكن اللي حابب القوام والمذاق بتاع البرجر ان هو يكون حاسس انها مفرومه يبقى خليها ما تبقاش يعني تتفرم وش واحد بس. اوكي نقلب بقى لايه اللي اتحط الاول، يتقلب الاول. وأوطي النار. اوكي. نعمل بقى الصوص بتاعنا. هنعمل ايه؟ الطاسه بتاعتي سخنه شويتين اهي حلوه قوي، احط شويه زيت ونحط البصل شويه ملح وفلفل ونقلب الكلام ده. برضو البصل عايزه بس يطلع ريحته مش عايزه يحمر ولا يصفر ولا كلام من ده خالص، مجرد انه يدبل بس يشف كده ويدبل ريحته هتطلع، ما سيبوش لما بعد كده لانه هيفقد الزيوت الطياره اللي فيه ومش هيبقى له طعم، يعني هيبقى طعمه حاجه تانية غير اللي انا عايزه. ننزل بقى بالطماطم. كل ما كان البصل متقطع رفيع اكتر كل ما كان سريع في عمله، ما تستنوش عليه اكتر.
وفي الوصفة دي لازم البصل يكون ناعم ناعم. حط البقدونس والهالبينو. اوكي نبص هنا بصة تحت عملت ازاي، عملت جميل جميل. اصبروا عليها سنة يعني لسه فيها حتت حمراء، نصبر عليها شوية. اوكي ساعات بيحصل ايه، هقول لكم على ساعات بيحصل ايه بعد الفاصل. تعالوا نطلع فاصل ونرجع تاني نشوف ايه المشاكل اللي ممكن تحصل لنا واحنا بنشوي حاجة. بعد الفصل هقول لكم ايه اللي ممكن يحصل. يلا قابلوني بعد الفصل. اهلا بكم وقد عدنا مجددا الجزء الثاني من حلقتكم طبخة ونص. وعملنا البرجر وحطيناه على النار والبرجر استوى وعملنا الصوص بتاعه، وهزود الصوص على البرجر واحط شويه ميه صغيره عشان اعمل الصوص الجميل بتاعي. بس كده اوكي، نشيل دي، اجيب شويه ميه صغيره، بنتكلم في مثلا فنجان قهوه صغير ميه في النص كده اهو، او جينا على الجنب كده من غير كده. اوكي الكلام ده لما يتقلب مع بعضه بقى هيديني صوص لطيف جدا جدا جدا، ويتقدم مع البرجر بالصوص بتاعه هكذا. وممكن بقى اخد واحده واعملها ساندويتش ونشوف الدنيا عامله ايه. خلاص هو كده الصوص بتاعي زي الفل، ممكن اقلبه قلبه مع الصوص يبقى برضو احلى. اوكي بس خلاص يقدم بقى هكذا، ناخده ونقدمه. نشيل واحدة كده هنا للبرجر للساندويتش، ناخد واحدة هنعملها ساندويتش. خلاص دي هنعملها ساندويتش، خليها هنا. اوكي ناخد ده كده، وبعدين انزل الصوص بتاعي على الكلام ده كله. نرفع الطاسة دي. اوكي نظبط الطبق ونظبط التقديمة. ويتقدم كده بالصوص بتاعه الهالبينو صوص، او يتعمل في ساندويتش كده اهو، شويه مايونيز صغيرين. ما
ماسترد اند كاتشب. اوكي تعالوا بقى ايه نعمل كده، نحط حلقات البصل ونحط شريحة الجبنة وشريحة الطماطم والبرجر، ثم يغلق ويقدم، وجنبه تحطوا بقى ايه زيادة من الكاتشب ومن المستردة لمن أراد أن يستزيد. يعني ناخد معلقة كده، طبعا ده ممكن تعملوه كده بشكل أحلى، واللي هياكل يقفله. نعمل كده اهو شوية ماسترد وشوية كاتشب. اوكي نعمل كده ونعمل كده ونقدمه بهذا الشكل. بالهنا والشفا. وتعالوا نعمل سلطة من هذه البقوليات. معانا ايه؟ معانا فاصوليا خضراء وفاصوليا بيضاء ولوبيا وبسلة وفاصوليا كدني بينزا والفاصوليا الحمراء وشوية بصل. الكلام ده مفيش فيه أي مشكلة خالص، غير إن أنا أقوم حاطط الكلام ده كله مع بعضه، اللي هو عبارة عن خل. طبعا أنا أفضل خل العنب، ممكن تحطوا خل تفاح أو تحطوا خل أبيض عادي. ومعايا عسل نحل أهو، وأفضل عسل النحل ده يبقى يكون عسل برسيم مش عسل موالح. عسل موالح مش نيوترال، يعني مش يعني في طعم في نكهة عن العسل التاني، فمش عايز النكهة تغطي عليا. لما يدوب أحط بقى إيه بقية حاجتي والملح والفلفل والقصة دي كلها والليمون. صويا صوص لطيف لطيف. حابين بدل الصويا صوص تحطوا وستر شير شغال، عايزين تشيلوا الخل العنب وتحطوا خل بلسمي. بصوا هو ممكن بس الطعم هيروح في حته تانيه خالص. احط شويه فلفل واحط شويه ملح حلوين اوكي وشويه زيت زيتون واضرب الكلام ده كله مع بعضه. دي ممكن تاخد 3 معالق زيت زيتون علشان كميه الخل اللي محطوطه مع الاحماض. يعني معايا خل ومعايا ليمون، فعندي كم من الاحماض ما فيش فيه مشكله انه يستوعب الزيت. اوكي اجيب بقى البوله بتاعتي هنحط فيها الكلام ده كلاته على بعضه اهو. يعني انا افضل وانا بحطهم مثلا يعني اقوم حاطط شويه كده اهو ها اللوبيا طبعا لازم تتنقع قبلها بيوم وبعدين تتسلق. واقلب شويه اوكي احط البصل واقلب شويه
وبعدين احط بتاعتي. والفاصوليا البيضة على جنبهم كده هنا، واللوبيا الناحية التانية، اوكي. يبقى الطبق بتاعي الوانه لطيفة ومتناسقة وحلوة كده مع بعضها، اوكي. وبعدين اجمل بشوية بصل صغيرين على الوش، واحط الدريسنج بتاعي. نقدمها كده اهو كما هي. نشيل بس الكلام ده، برضو نشيل الكلام ده. يلا وده كمان. هنقدم السلطة بتاعتنا كده اهو بالشكل الجميل ده، ونقول لكم بالهنا والشفا، ونراكم في حلقة جديدة من برنامجكم طبخة ونص. وابقوا معنا واتفرجوا على كل الحاجات اللي في المحطة، وما تسيبوش المطبخ. اشوفكم مرة ثانية. Thank you.